السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم. أحييكم أنا علاء أمين في فيديو جديد. من يومين ثلاثة تقريبا سألت سؤال على لينكد إن، وكان التفاعل عليه جيد جدا، والشباب جاوبوا في المجمل إجابات كلها صحيحة. كنت بسأل عن أسهل طريقة أستطيع من خلالها أعمل جوين ديفايس تو أجر دومين، يعني أستطيع من خلالها إني أبقى ممبر في الدومين الخاص بأجر من خلال الجهاز بتاعي. كانت الإجابات كلها في المجمل زي ما قلنا إجابات صحيحة، ولكن تقريبا كان الشباب بيجاوبوا الإجابات اللي هي المنطقية أو الإجابات الديفولت اللي موجودة على مواقع سواء أجر دوكيومنت أو غيرها من المواقع اللي بتشرح الطريقة ديت، ولكن إحنا كنا بنسأل على أسهل طريقة، فيما يعني إنه في طريقة واثنين وثلاثة. خلينا نقول كمان انه مش في طريقه واثنين وثلاثه، لا ده في سيناريو واثنين وثلاثه. علشان كده نحاول او حاولنا في الفيديو ده اننا نستغل الفرصه ونتكلم على الموضوع ده تحديدا اللي هو الجوين ديفايس تو اجر دومين، ونغطيه بشيء من التفصيل علشان الموضوع قد يبدو مهم او قد نتفق على اهميته. علشان كده حبيت نتناوله مع بعض، لانه برضو كان بيجيني استفسارات من بعض الاخوه كده بيستفسر ويقول ايه الفرق مثلا بين ان انا اعمل جوين دومين او ريجستر للدومين. لو رحنا كمان مع بعض كده على البورتال بتاعتنا علشان نشوف الديفايس اللي عندي او اللي عندنا، ونشوف يعني هل في زي ما قلنا في اكتر من طريقه ان انا ابقى ممبر في الدومين الخاص باجر. فلو رحنا كده استعرضنا مثلا الديفايس علشان نشوف الانواع الخاصه بعمليه الانضمام ديت، فهنلاقي هنا مثلا ده اجر اكدريتري جوينت اللي تحتيه ريجستر، فهتلاقي مثلا ويندوز، هتلاقي اندرويد. فبالتالي هنا هنفهم انه في اكتر من بلاتفورم واكتر من جوينت تايب. خلينا بقى مع بعض كده نروح سريعا علشان نفهم هي ايه الحكايه. فهنسأل السؤال ده، هي في كام طريقه اصلا علشان ابقى جزء من الاجر دومين؟ يبقى نقول اجر دومين جوين فايز. عندي ثلاث انواع من انواع الجوين تو اجر دومين. اول نوع يا شباب هو الريجستر، والثاني هو الجوين، بينما الثالث هو الهايبرد جوين. وعلشان نفرق بينهم ونفهمهم كويس جدا احنا لازم ناخدهم واحد واحد. تعالوا مع بعض كده ناخد اول نوع معانا اللي هو بيطلق عليه الريجستر ديفايس. أول حاجة لازم تيجي في بالك أول ما عينك تشوف الكلمة اللي قدامك ديت، إن النوع ده هو اللي بيدعم المالتيبل بلاتفورم. يعني هتلاقي أندرويد، هتلاقي أي أو إس، هتلاقي ماكنتوش، وهتلاقي ويندوز. خلاص؟ ده النوع الوحيد اللي بيدعم المالتيبل بلاتفورم. ما يميز النوع ده من الانواع التانيين برضو ان غالبا بيبقى الاونر شيب ديفايس لليوزر نفسه. يعني جهازك الايفون اللي انت ماسكه في ايدك ده بتاعك مش بتاع الشغل، التابلت، البي سي اللي عندك في البيت، اللابتوب اللي معاك ده بتاعك. خلاص، فانت حابب تطلع تاخد خدمة هي اوريدي على اجر كلاود، بس الكيان المالك الخدمة دي بيقول لك ايه مثلا؟ انه علشان تجيني لازم تكون جزء مني، يعني عشان تحصل على الخدمة من خلالي لازم تكون ممبر عندي في الدومين. فانت علشان تبقى كده انت بتروح تعمل ريجستر للديفايس بتاعك
علشان تبقى حاصل على الخدمة دي. في Condition Access احنا عملناه مع بعض اعتقد في كورس الخمسمية، بيقول انه الديفايس لازم يكون ممبر في الدومين علشان يقدر يأكسس الريسورس اللي عندي، تمام كده؟ وده سيناريو من السيناريوهات استخدام الريجستر ديفايس. ما يميز النوع ده بقى، يعني خلينا برضو ايه نقول ان الاونرشيب هنا هيبقى غالبا يا شباب اليوزر نفسه. طيب عملية اللوجن للديفايس بقى اللي هو بقى ريجستر ده باستخدام ايه؟ اللوكال كريدنشال. يعني اللوكال باسورد يا شباب، باسورد الجهاز او اليوزر اللي معمول لوكالي، مش الدومين يوزر خلاص، او الكلاود يوزر، وكأن جهازك اصلا مش ممبر دومين. خلاص تمام. في حاجة تانية بتفرق النوع ده؟ في فرق فيما يتعلق بالرومينج او البروفايل اللي احنا كنا بنعمله في الويندوز اكسس دايركتري، اللي هو لما كنا بنعمل بروفايل ينتقل مع اليوزر كده على اي جهاز هو بيقعد عليه، يعني مثلا يفتح يلقى الديسكتوب باك جراوند بتاعته، اعدادات الالكترونيك اكسبلورر، اعدادات مش عارف كده، خلاص يعني الديسكتوب بتاعه والدوكيومنت بتاعته موجوده على اكتر من ديفايس طالما هو دخل باليوزر نيم والباسورد بتاعته. فهنا مش هتقدر تعمل ده، الريجستر ديفايس مش هتقدر تعمل من خلالها الرومينج. خلاص تمام، ادي اول نوع. طيب ثاني نوع اللي هو الجوين بقى، الجوين ديفايس. الجوين ديفايس يا شباب ما بيقبلش الا ويندوز، وتحديدا ويندوز 10، يبقى البلاتفورم بتاعته هي الويندوز 10، وفي اصدارات السيرفر ما بيقبلش غير سيرفر 2019. حد ممكن يقول لي لا انا رحت مكان ما ولقيت عندهم 2016 وجوين 10 عادي جدا، هقول لك اصبر ما استعجلش. يبقى اول حاجة لازم افهمها ان الجوين ديفايس على اجر اكيد دايركتري مش هينفع تعمله ابدا من خلال الويندوز 7 مثلا او الويندوز 8 او سيرفر 2008 او 12 او 16. تمام، البلاتفورم بتاعته هي دي ويندوز 10 وسيرفر 2019. تمام، ما يميز الجوين ديفايس بقى ان الاونر شيب الخاص بالديفايس ده هيبقى الاورجانيزيشن نفسها، غالبا هيبقى الديفايس اللي معمول له جوين ده ملك للكيان للشركه، لذلك هي عامله له الجوين ديفايس عشان تطبق عليه البوليسي وعلشان تطبق عليه الكومبلينس بتاعتها. خلاص، ثالث ميزه معانا لازم نفهمها ان عمليه الساين ان او اللوجن هتبقى من خلال الأجر أو الكلاود كريدنشل، من خلال الإيميل اللي معمول على الأجر أكتف دايركتري والباسورد اللي موجودة متخزنة عليه. وآخر حاجة بتميز الجوين ديفايس إنه عملية الرومينج أو البروفايل هيقدر اليوزر يعمل بروفايل لو فتح من خلال الاي دي الكلاود اي دي بتاعته على اكتر من ديفايس جوين، لو البروفايل معمول لها انيبل هيلقى سطح المكتب بتاعه الديسكتوب بالباك جراوند باعدادات الواي فاي مثلا باعدادات الانترنت اكسبلورر، ما عندوش اي مشكله في الكلام. ثالث نوع معايا هو النوع الهايبر ديفايس. الهايبرد ديفايس يا شباب اول ما عينك تيجي عليه لازم تفهم حاجه مهمه جدا جدا جدا، ان النوع ده هو اللي كان موجود في الويندوز اكتف دايركتري في الاون بريم عندي وطلعته انا كلاود، فلما طلع على الاجر كلاود بقى اسمه هايبرد ديفايس. هو موجود على ويندوز اكتف دايركتري
ممبر في الدومين بتاع الويندوز، وفي نفس الوقت بقى ممبر في الدومين الخاص بأجور. والنوع ده بيقبل من أول ويندوز 7 لحد ويندوز 10، يعني معاك ويندوز 8 و10، وعندك فيما يتعلق بالسيرفر من أول 2008 R2 لحد 2019. فبالتالي حضرتك لما تشوف جهاز 2012-2016 معمول له جوين على Azure Active Directory تفهم إنه معمول له جوين من نوع الهايبريد ديفايس. النوع ده برضو لازم تفهم كويس جدا إنه بيحتاج لايسنس، بيحتاج لايسنس علشان تقدر من خلال اللايسنس ديت تستخدم المايكروسوفت انتون او الويندوز اوتو بايلوت او الام دي ام، اي تول من التولز اللي احنا بنتكلم عليها ديت، علشان تقدر تاخد الجهاز من ايده كده من الاون بريم وتوديه فين؟ على الاجر اكتيف دايركتري. ونخلي بالنا بقى من حاجه مهمه جدا، الميزة اللي مش هتلاقيها لا في الريجستر ولا في الجوين هي ان الجهاز ده بقى هيقبل معاك الجروب بوليسي، هيقدر او هتقدر حضرتك تطبق عليه الجروب بوليسي على اعتباره انه اصلا ممبر في دومين الويندوز. وبالتالي طالما هو ممبر في دومين الويندوز انت لما خدته هو ستيل موجود في دومين الويندوز، واليوزر لما يعمل عملية الساين ان هيقدر يعملها في اتجاهين، يدخل باليوزر نيم والباسورد اللي طالع بيه من الويندوز، وفي نفس الوقت لو حابب يدخل بالايميل اللي جاي من الاكتيف دايركتري مجرد ان هو هيعمل سويتش يوزر ويدخل هنا ويدخل هنا. يعني الكريدنشال بتاعته هتبقى الويندوز اكتيف دايركتري والاجر اكتيف دايركتري على اعتبار ان مفيش سينك، يعني خلاص تمام. يبقى كده خدنا الثلاث انواع، تناولناهم فرقنا بينهم، واعتقد ان هم بقوا مفهومين معانا. كده يتبقى اننا نجاوب على السؤال اللي سالناه، ايه هي اسرع واسهل طريقه اقدر من خلالها اعمل جوين للديفايس؟ الحقيقه اسهل واسرع طريقه من غير اي اعدادات ولا اي كونفيجريشن ولا اي ستيبس حتى، هي ان بعد الانتهاء مباشرة من عملية الانستول للويندوز 10 هيسألني في الجزء الخاص بالاكاونت انت هتدخل بايه؟ هقول له هدخل بالاكاونت اللي جاي من جهة اجر. علشان نشوف العملية دي احنا بنعمل اهو ديت في ام احنا عاملينها ويندوز 10، هو بعد الانتهاء مباشرة من الانستول هو هنا بيسألني الاكاونت بتاعك ايه؟ بمجرد ما اديله في الخانة ديت الايميل اللي جاي من اجر واقول له نيكست واديله الباسورد، هيروح ياخد الديفايس ده يعمل لها ممبر في الدومين بنوع جوين ديفايس صلى الله وبارك. لا في اي اعدادات ولا يستلزم مني اي خطوات تانية ولا اي عمليات على الاطلاق، فقط بمجرد وهي وان ستيب بديله الكريدنشال كلاود كريدنشال وخلاص. ودي كانت زي ما قلنا اسهل واسرع طريقه. طيب عمليه الريجستر والجوين العاديه بقى، لو انت ما بتعملش انستول ولا لو انت فعليا عندك جهاز وحابب يبقى جوين او ريجستر، انت بمجرد ان انت هتقف على الجزء الخاص بالاكاونت وتقول له انه حابب انت تاكسس الورك او السكول بتاعتك، ومن هنا هتقول له كونكت، هيبدا يسالك على انت هتكونكت فين، فهتحط له الايميل الخاص بالاجر هيروح يعمل لك ريجستر. طيب لو حابب تعمل جوين هتقول له لا انا حابب اعمل ايه جوين من هنا، جوين ديفايس تو اجر اكتيف دايركتري. خلاص كده يا شباب، اتمنى نكون وفقنا في تلخيص الموضوع ده وتناولناه بشيء من التفصيل وبيسر وسلاسه. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.